أول موضوع التحدي رح يكون سوشيال ميديا. سوشيال ميديا. الله. تمام. هنبدأ من عندكم من المجد. ليلى 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 يا سل علم تمرة العلم شو يا اللي يا سل علم تمرة وصفينا بعصر الزرة اتخيل ما في انترنت وسوشيال ميديا بالمرة اتخيل ما في انترنت وسوشيال ميديا بالمرة اتخيل ما في سوشيال ميديا بالمرة هالإنترنت مهتي هالإنترنت مهتي ربت أجيال مرتي رجعني عسراج الزيت وعحكاية جدي وستي ورجعني عسراج الزيت وعحكاية جدي وستي ورجعني عسراج الزيت بعصر الميديا الجنني بعصر الميديا الجنني ستك مع جدك هني بكبسة زر وفيديو كل بتحكي معهن عالجني بكبسة زر وفيديو كل بتحكي معهن عالجني ستك مع جدك عرفوك انك رايح بالطوفي حلو ستك مع جدك عرفوك انك رايح بالطوفي ولو فيديو كول بيحكوك رح بيسبوا هالشوفي لو فيديو كول بيحكوك رح بيسبوا هالشوفي ولو فيديو راح بيسبوا هالشوفي ابو انطون تفضل اسمع علي عليك اكيد يلا تفضل هلا كلكم ابو انطون السوشيال ميديا مضروبه لك السوشيال ميديا مضروبه رسايلها مش مرغوبه رجع لي وراء المكتوب اللي فيهن ريحه محبوبي رجع لي رجع لي وراء المكتوب فيهن ريحة محبوبي ما بدي ما بدي مكتوب بعيد ولك عندي الواتساب بيدي بسكر لك وقت اللي بريد وبفتح لك وقت اللي بدي بسكر لك وقت اللي بريد وبفتح لك وقت اللي بدي بفتح لك وقت البدي الميديا عم تخرب البيوت العالم جابت آخرته الشر اللي فيها عم بيفوت بين الرجال وبرضو الشر اللي فيها عم بيفوت بين الرجال وبرضو الشر اللي فيها الشخص الخاين يا ريتو مخانه عوكر زيته ويوداس المحبيته خاين للرب لقيته ما كان في عنده تيك توك ولا في واي فاي ببيته ما كان في عنده تيك توك ولا في واي فاي ببيته ما كان في عنده ولا في واي فاي ببيته نعم سوشيال ميديا وعصر جديد عنها بقول برأيي الحر سوشيال ميديا بعصر جديد عنها بقول برأيي الحر من ميلي بشوفها بتفيد ومن ميلي بشوفها بتضر ومن ميلي بشوفها
بشوفها بتضل ومن ميلة بشوفها بتضل العالم عم تمشي لقدام وصفينا موضة جديدة وصلنا هالايام الهاتف بدل بايدي هلو حتى وصلنا هالايام الهاتف بدل بايدي وحتى وصلنا هالايام الهاتف بدل بايدي